بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي. بنستكمل مع بعض من خلال قناتنا على اليوتيوب السلسلة بتاعتنا الخاصة بـ How to Write a Research Paper. النهاردة بس بتكلم على نقطة محددة. النقطة دي هي ان في طلبة كتير طبعا بترفع الابحاث بتاعتها على البرنامج بتاع التيرنت ان، وكتير من الناس بيجوا يشتكوا انه بعد ما رفع البحث جه دخل تاني رفعه على التيرنت ان كانت السيميلاريتي مثلا 0%، جه المرة التانية كانت 100% 50% رقم تاني خالص. ده نتيجة ايه؟ ان البحث اللي حضرتك رفعته في المرة الاولانية بيظهر تاني في المرة التانية انك انت مقتبس منه، فلازم تعمل اكسكلود لهذا المرجع اللي موجود عندك من ضمن المراجع اللي انت مقتبس منها، لازم تخرجه. اكسكلود عكس كلمة انكلود. فحضرتك بكل بساطة لازم تعمل عملية انك تخرج هذا المرجع. طبعا الشكل اللي قدامي هو في الفيديو، يعني لو بصينا مع بعض انا دلوقتي جيت عملت كل الخطوات اللي شرحناها في الفيديو اللي هو الخاص ب ازاي تحسب نسبة الاقتباس باستخدام البرنامج بتاع التيرنت ان، فدلوقتي واصل لاخر خطوة على اساس كل الخطوات دي الناس الحمد لله ان شاء الله عارفاها. فانا ما جيت وصلت لاخر خطوة اهي، طلع معايا النتيجة كام؟ 100%. طبعا بالنسبة لي، بالنسبة لاي طالب يجي يبص ان هو يجي يرفع البحث يلاقي نتيجة 100%، فطبعا يحصل له موضوع من الذهول والخوف والشديد والقلق ويقول ده كده ممكن البحث يترفض. بكل بساطة انت مكتوب عندك هنا اهو في الحاجات اللي انت اقتبست منها، مكتوبة ناحية اليمين في الجزء اللي انا مشاور عليه، مكتوب submitted to October طبعا university، فهي دي مكتوب تحتها student paper. ما عليك الا انك انت تشاور عليها، يعني تقف على submitted to October university، تشاور على السهم اللي هنا دوت، وتنتظر قليلا لان قد يكون ان في هناك زي ضغط على النت او منح وذلك. وفي تحت هنا اكسكلود سورسز. اكسكلود يعني خرج، فانت تشاور على اكسكلود سورسز. طبعا هنا احنا بيبقى هو عايز من سيادتك انت عايز تكسكلود كل السورسز ولا تكسكلود حاجة معينة منه. طبعا هنا كنسل. فانا دلوقتي هروح مثلا عامل هنا واقف على الجزئية دي و فحاجي حاقف هنا على submitted to October University بكل الكونتنتس بتاعتها هعملها اكسكلود، بكل الحاجات الخاصة بيها هعمل لها عملية اكسكلودنج. بص لقيت النتيجة ايه؟ اتغيرت، طلعت كام؟ 35% تقريبا. هي دي النتيجة اللي كنت انا شفتها في الاول. يبقى لازم نعمل اكسكلودنج للملف بتاع submitted to October University. وتقدر تعمل اي حاجة تانية ظاهرة انك انت كانت ظهر قبل كده او submitted قبل كده، تقدر تقف عليها بنفس الطريقة وتعمل عملية الاكسكلودنج. لما تعمل هذه العملية بعد ما عملت الاكسكلودنج هيظهر لك الناتج اللي هو بتاعك، فدوت يطمنك ان مفيش اي مشكلة بالنسبة لك، اهي هي دي النتيجة اللي عندك. تقدر انك انت تاخد سكرين شوت عادي جدا، برنت سكرين، وتحط ده على برنامج الرسام، تبقى تظهر عندك الجزئية ديت، تحطها في اخر صفحة في البحث بتاعك. ممكن الدكتور ما يكونش عايز نسبة الاقتباس حسب طلبات الدكتور، حسب هو عايز ايه منك بالظبط. فبكده يكون هذا الفيديو هو ردا على التساؤل اللي كل شوية بنسمعه بنلاقيه في التعليقات. ناس بتبعت لي على الماسنجر، ناس بتبعت لي على الواتس بتسألني ازاي حل المشكلة دي. فبتقف على الملف عادي اهو. انا عايز برضو اعيد لك، انا مثلا وقفت على ملف زي ده عايز اعمل له اكسكلود. اي ملف حضرتك عايز تعمل له اكسكلود اهو تقدر انك انت تعمل له اكسكلود اهو. تقف عليه قال لك اكسكلود سورسز اهو، تقول له اكسكلود السورسز بتاعتك اهي، وتشاور عليها كلها، تعلم عليهم او بالسورسز بتاعتهم زي ما انت عايز. ادي اكسكلود اهو، يبقى انا كده عملت اكسكلود. اي سورس عايز اكسكلود طلعت 34%، فانت بتخرج المصادر اللي هي اتكررت مرة اخرى بالنسبة لك، فبتظهر لك النسبة. التساؤل، الدكتور بتاع المادة بياخد باله من هذا الكلام؟ طبعا دكتور المادة عارف ان ده البحث 100%، يبقى اكيد ان البحث ده اترفع على هذا البرنامج، فهو بيبقى فاهم ان submitted to October University او student paper هي اللي حضرتك رافعها قبل كده،
فبيبدأ ان هو يعمل لها عملية الايه الاكسكلود. فياريت ان الفيديو ده يكون مطمئن للناس، والناس تخرج منها موضوع القلق، وما يحطوش في بالهم ان هيحصل انه يسقط في البحث والكلام اللي بنسمعه ده، لان مش طبيعي ابدا ان تظهر النتيجة بتاعتك ايه 100%. بالاضافة ان في برضو في تساؤلات، ناس بتقول الريفرنس اللي في اخر البحث، يعني في اخر البحث بتاعي ممكن اكسكلود الريفرنسز بتاعتي، ان انا اشيلها خالص المراجع كلها، واعمل ان انا ارفع البحث بتاع الترنتين بدون المراجع واشوف النتيجة كام، لان المراجع من الطبيعي ان المراجع دي بتبقى منقولة عندك انت ناقل المرجع، ففي واحد غيرك واخد نفس هذا المرجع فممكن يكون واخده بنفس الطريقة بتاعتك، فبيبان انك انت مقتبس منه، فانت ممكن تشيل الايه المراجع اللي عندك. تمام. انا عن نفسي ممكن ان انا ببقى اعمل ايه اكسكلود ليها، بحيث انها ما بتبقاش باينه. وطبعا في النهاية ان انا بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.